طيب هنروح بعد كده لاخر خبر محلي معانا عشان نطلع لفاصل ونستقبل ضيفنا مستر فيكتور ويليامز. محمد عفيفي يتوج بفضيه الجهاز المتوازي في كاس العالم للجمباز بالقاهره، ودي طبعا احد الاخبار اللي اكيد اغلبنا ما يعرفش عنها حاجه. مهم جدا ان احنا نحط الضوء على الابطال دي، الابطال دي بتبذل مجهود يفوق في بعض الاحيان المجهود اللي بيبذل في العاب كثيره احنا متابعينها. محمد عفيفي لاعب منتخب مصر للجمباز الفني، حقق الميداليه الفضيه في بطوله كاس العالم واللي استضافتها مصر في الفتره من 27 ل 30 ابريل اللي فات، ودي بطوله من البطولات المؤهله لاولمبياد باريس اللي جايه باذن الرحمن. عفيفي حقق المركز الثاني بعد ما جاب 14.66 من 1000. المركز الاول كان من نصيب بطل اوكرانيا، اما الميداليه البرونزيه فكانت من نصيب بطل ايطاليا. حاجه تفرح كده لما تلاقي بطل مصري يعني موجود وسط الكبار في كاس عالم يعني. وبطوله قويه جدا وشاركت فيها امريكا وشاركت فيها دول كبيره وكل الدول العظمى في الجمباز. فالحقيقه الراجل ده ما خدش حق، احنا ما نسيناش، قلنا اول ما نخلص الـ يعني الاحداث الكبيره لازم هنحط الضوء على هذا البطل. لعيبه منتخبنا عملوا نتائج كويسه جدا في البطوله دي، ووصل 5 من لعيبتنا للمرحله الاخيره في المنافسه، وهم عمر العربي لاعب النادي الاهلي، علي زهران، جانا عادل، محمد عفيفي، احمد المراغي. اكيد اخبار كلها ايجابيه جيده. كاميرا الابطال كانت موجوده في ختام البطوله وسجلنا التقرير ده. البطوله دي مختلفه عن اي بطوله كاس عالم، دي ثالث كاس عالم ننظمه، وهي جزء من كؤوس العالم اللي داخله في الكواليفيكيشن لباريس 2022. كاس العالم ده يعني مختلف لانه اكثر جماهيريه، يعني اللعبه خدت طابع، وده باين في الافتتاح انه حضر في حدود من 14 ل 15، بصراحه مش عارفين الرقم بالظبط، وده عدد عمره ما حصل قبل كده. جمباز كان من الالعاب اللي احنا يعني ما هياش معروفه، بيسموها الالعاب الشهيده. النهارده لا، بقى ليه جمهوره، وده حقيقه نتيجه ان اخر 5 سنين في الاتحاد الناس زادت من 4000 لاعب متسجلين، داخلين دلوقتي في حاجه 40000. فطبعا ده كبر قاعده الممارسه، وبنحاول دلوقتي بنركز على قاعده البطوله ان احنا نحاول نحقق ميداليات ونتقايل عن طريق كذا ايفنت. يعني مبروك لمصر، فضيه منتصر في جهاز المتوازي، وهو الولد بروميسنج جدا، وكان طالع رابع عالم البطوله اللي فاتت، وهو وكنا قريبين جدا من ميداليه ثانيه مع احمد اشرف، بس ربنا ما وفقش. وعندنا 8 لعيبه تاهلوا للنهائيات في بطوله عالم قويه فيها لعيبه اولمبيين ومعلقين ميداليات اولمبيه، دي حاجه قويه جدا، وهي عشان كده البطوله بتقوى كل سنه للسنه على الكاليندر بتاع الاتحاد الدولي. البطولات المؤهله للاولمبياد باريس ففيها ابطال اولمبيين وفيها ابطال عالم بيشاركوا في البطوله دي، وده كويس جدا للاعبتنا لانه بيرفع من مستواهم وبيخليهم يحسوا بمستوى المنافسه للي جاي ان شاء الله، لان هم باذن الله داخلين على التاهيل للاولمبياد باذن الله. This was a phenomenal competition. Anyone that did not attend in person has missed something special. وبيقول ان البطوله دي كانت حدث استثنائي عمرها ما حصلت قبل كده، واي حد ما قدرش او ما تمكنش انه يحضر البطوله فهو الحقيقه فاته كتير. نتائج اللعيبه المصريين نتائج مذهله وحلوه جدا، وهو واثق جدا ان الفتره الجايه نتائجهم هتبقى احسن من كده بكتير قوي. النهارده اللجنه المنظمه للبطوله كانت لجنه متعاونه جدا، وكانوا نشيطين جدا، وتنظيمهم للبطوله كان رائع. وهو النهارده بيتكلم ان هو واحد نظم قبل كده دوره الالعاب الاولمبيه، الاولمبياد، بطوله الاولمبياد، فهو ان هو النهارده شايف ان التيم بتاعنا ممكن يكون شبه التيم اللي كان بيشتغل معاهم بره. بيقول اللعيبه المصريين كملوا ورا حلمكم، احلموا تقدروا توصلوا، نتائجكم حلوه جدا، كملوا، السنه الجايه ممكن تكونوا قريب قوي في الاولمبياد. والله الحمد لله اول مره في مصر يبقى بطوله بالاجواء دي وبالجماهير، يعني حاجه مشرفه جدا لمصر ان يبقى عندنا جماهير بالعدد ده وبالكواليتي بتاعت الناس اللي فاهمه في الجمباز. الحمد لله ده شرف لينا كلعيبه في الاول، وشرف للاتحاد المصري ان هو ينظم بطوله كبيره زي دي. كل العالم بيتحكي عن الافتتاح وعن البطوله ذات نفسها، حتى الدول المشاركه يعني منبهره بالاجواء ومنبهره بكواليتي الاجهزه وبالتنظيم. الحمد لله كل واحد عمل اللي عليه كاتحاد وكلجنه منظمه وكلعيبه وكمدربين، يعني بشكرهم بجد. منظرنا كان جميل قدام العالم كله،
فيعني بجد حاجه مش متكرره كتير، مش بتتكرر كتير، واول مره في مصر تحصل. يعني مش قادر اوصف لك احساسي وسعادتي بالموضوع ده. طبعا مبسوط جدا بالميداليه دي، يمكن كان نفسي اقدم احسن من كده، اداء احسن من كده، بس الحمد لله ربنا وفقني في المركز الثاني. والميداليه دي يعني مش تعب انا بس، يعني تعبي انا والمدربين وزمايلي والجهاز الفني كله، ان من غيرهم طبعا ما كنتش هقدر اوصل للميداليه دي او الاداء ده عامه يعني، فبشكرهم طبعا جدا.